سارة بدقيقة، شو هي النصائح يلي لازم نتبعها لحتى نحافظ يعني على المواد نطول تكون منها. مطولة، يعني مثل ما بيقولوا عمرها، ونستخدمها ضمن الصلاحية المطلوبة؟ اوكي، اول شيء بدايه بالسوبر ماركت لما نروح نتسوق، اخر مرحله نوصل فيها بنشتري القصص البارده والمفرزه، ولنوصل فيهم على البيت لازم ما نحطهم بمنطقه بالسياره تكون حرارتها عاليه مثل الصندوق، لازم نحطه مطرح ما فيه المكيف، وبنوصل على البيت القصص اللي هي بدها براد او ثلاجه دغري نحطهم، ما نطول عليهم، لانه اذا طولنا عليهم لعب بالحراره هو اول عامل بيقلص من تاريخ صلاحيه البرودكت، والوقت اذا كثير طولنا عليهم، لكان الوقت والحراره والرطوبه، يعني اذا قصص مثل العدس والمونه لازم نحطه مكان ما فيه رطوبه لما يعفنوا ويفوت عليهم حشرات ويضاينوا معنا اكثر. هيدا هيك بشكل عام. بشكل عام مظبوط. طيب اكيد بالنهايه هذه التجربه بدها دقه، بده واحد يعني يختارها بعنايه، ومهم جدا قراءه الصلاحيه قراءة لما نروح الإرشادات على والصلاحية من بعد هيدا التاريخ محطوط لسبب معين، عمل دراسات وسنين خلص انه من بعد هيدا التاريخ ما مفروض ناكله، حفاظا على سلامة الغذاء وعلى السلامة الشخصية. الاختصاصية في التغذية سارة صغيب، شكرا جزيلا لك شكرا على كل لك. هذه المعلومات المفيدة بتهم كل الأسرة، وإلا بنكون عم نضيع يعني عم نصرف مال وعم نكب مواد وما عم مزبوط نستخدم مواد وعم نضر حالنا مزبوط فيها كثير من الخطر.